يقول دخلت على موقع في الانترنت وهو موقع لشركة تجارية ووجدت فيه فتواكم بجواز العمل في هذه الشركة، نرجو الإيضاح في ذلك. إيش الشركة؟ لم يسمها. ما دام لم يسمها فنحن لا نسميها. نعم. صاحب السؤال يقول اسم الشركة بزناس. هذه صدر فيها فتوى من اللجنة الدائمة بتحريمها وبطلانها. نعم.